بسم الله، الله أكبر والعزة لله. قامت ألوية الحبيب المصطفى العاملة في جرود القلمون باغتنام دبابة من النظام الأسدي بعد دحر قوات النظام وعناصر حزب الله. الله أكبر والعزة لله. هذه هي الدبابة التي غنمتها عناصر ألوية الحبيب المصطفى العاملة في جرود القلمون. الله أكبر والعزة لله. تكبير يا شباب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.